الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية السعودي ويشدد على محورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. اليونيسف تعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا بشمال غزة بعد تمديدها ليوم آخر. مقتل 3 إسرائيليين قرب معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، والأردن تغلق جسر الملك حسين إثر إغلاقه من الجانب الآخر. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمين عبد العزيز ابن سعود ابن نايف وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام ابن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور وزير الداخلية محمود توفيق، بالإضافة إلى السفير صالح ابن عيد الحصيني سفير السعودية بالقاهرة. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الداخلية السعودي نقل للرئيس عبد الفتاح السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، حيث أعرب رئيس السيسي من جانبه عن تقديره لشقيقيه عاهل السعودية وولي العهد، مشددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين. وقد شهد اللقاء تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر. التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي خلال زيارته الحالية لأبو ظبي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر. تناول اللقاء تطورات العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وسبل تعزيز هذه العلاقات. كما تناول اللقاء بحث العديد من المشروعات والاستثمارات الإماراتية في مصر بمختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعات الطاقة والتعدين وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة والخطط الخاصة بزيادة هذه الاستثمارات في مصر. عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبد العاطي لقاء موسعا مع عدد من كبار المستثمرين الإماراتيين بمصر وشتى أنحاء العالم، ذلك في مجالات الاتصالات والطاقة والتعدين والمواني واللوجستيات. كما شدد عبد العاطي خلال اللقاء على أن مصر تخطو خطوات اقتصادية ثابتة وسريعة على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات التي فرضتها الاضطرابات الواقعة في محيطها الإقليمي، مما أسفر عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن الترويج لمصر باعتبارها مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ولنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء. انطلقت أعمال الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. تناقش الدورة مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية، منها بند العمل العربي المشترك. كما يبحث مشروع جدول الأعمال بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ويشتمل على عناوين عدة، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي. كما يناقش الاجتماع عددا من البنود الدائمة المتعلقة بالشؤون العربية والأمن القومي، ومنها تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن والسودان والصومال،
والتضامن مع لبنان وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي. فلا تزال الأوضاع في غزة وفي كافة الأراضي الفلسطينية تفرض نفسها بقوة على أجندة اجتماعاتنا كما في كل مرة، ولا تزال إسرائيل مستمرة في ارتكاب أبشع في حق الشعب الفلسطيني والإمعان في إرهاق أرواح المدنيين العزل ومنع وصول الدواء والغذاء وارتكاب المجازر تلو المجازر. وهنا لا بد من التأكيد أننا مطالبون جميعا كدول ومجتمع دولي ومنظمات مجتمع مدني بالتحرك السريع والفعال ومضاعفة الجهود وتوحيدها من أجل الوقف الفوري ودون تأخير لكل الجرائم التي ترتكب على الأرض الفلسطينية. لقد فشل مجلس الأمن الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الفاشية ضد الشعب الفلسطيني رغم تزايد وعي الرأي العام العالمي الحر بأن الوقت قد حان لكسر دائرة إفلات إسرائيل من العقاب. إن هذه الدورة لمجلس جامعة الدول العربية سوف تكرس بدرجة رئيسية للاتفاق على موقف عربي مشترك إزاء العدوان الصهيوني الفاشي على شعبنا الصامد في الأرض الفلسطينية المحتلة. فالحقيقة الماثلة أمام الجميع اليوم هي أن شعباً محتلاً أعزلاً يتعرض للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي والتجويع المتعمد والتهجير، وأصبح مجلس الأمن الدولي لا يفي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الحرب الفاشية في غزة وفي عموم الأرض الفلسطينية المحتلة. الله أكبر. بفقد حبيب ولا حبيب، بفقد غالي ولا غالي، صدمة ورا صدمة. قصفوهم أينما درينا عنهم إلا هم أيهم مقطعين. شو قف يا خير؟ استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تجاه عربات الإسعاف، ذلك في المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ 7 من شهر أكتوبر من عام 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,972 فلسطينيا وإصابة 94,761 آخرين في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت ركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليه. قال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطينيين ضربة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا أسفرت عن استشهاد نائب مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة وأربعة من أفراد عائلته. وأوضح الدفاع المدني ارتفاع عدد أفراد الجهاز الذين استشهدوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر إلى 83 شهيدا. مددت الأمم المتحدة اليوم بالتعاون مع سلطات الصحة المحلية حملة تطعيم الأطفال في جنوب غزة لمدة يوم واحد قبل أن تنتقل غدا الاثنين إلى شمال القطاع. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف أن المرحلة الثالثة لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة ستبدأ غدا الاثنين وتستمر يومين وتتكرر بعد أسابيع لتنفيذ الجولة الثانية من حملة التطعيم الواسعة لحماية أكثر من 640 ألف طفل تحت سن 10 في القطاع. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 355 ألف طفل تلقوا التحصين في وسط وجنوب غزة منذ الأول من شهر سبتمبر الحالي.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 69% من أطفال قطاع غزة من عمر يوم حتى 10 سنوات تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نسبة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن وصلت إلى 49% من الإناث و 51% من الذكور. كما أوضحت الوزارة أن تلك النسبة جاءت بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك ضمن الحملة المستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سليم عويس مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيد سليم، بعد التحية، بداية، كيف جرت عملية التطعيم في الأيام الماضية وما هي العراقيل التي واجهت تطعيم الأطفال؟ أهلا بكم. يعني فعلا 7 أيام بعد بداية هذه الرحلة في تلقيح الأطفال وإيصال هذا المطعوم لهم، بالتأكيد يعني كان أولا استجابة جيدة من الأهالي والأطفال، وكان يعني لغاية الآن هو مشروع ناجح يدل على أنه عندما تكون هناك إرادة على الأرض يمكننا تقديم الخدمات. طبعا بالتأكيد هذا لا يعني أن الأمور تجري بدون مصاعب ومشاكل. بالطبع النزوح الكبير، الأعداد الكبيرة، عدم القدرة للوصول إلى كل الأطفال أينما كانوا بسبب سوء الطرق أو عدم قدرة الأطفال للتوجه إلى المراكز، كل هذا يعني نجاح هذه العملية لغاية الآن، ولكن بالطبع هناك عراقيل كبيرة في ظل الوضع الصعب على الأرض. نحن نتكلم عن أطفال وعائلات يعني في أماكن صعب الوصول إليها، هناك مشكلة الطرق والوصول إلى هؤلاء الأطفال أو وصول الأطفال وعائلاتهم إلى مراكز التطعيم. لذلك يعني عمل أكثر من 2000 شخص من مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال المجتمعي للوصول إلى هؤلاء الأطفال أينما كانوا بالفرق المتنقلة. طبعا هناك كان يعني اضطرنا في بعض الأحيان لتغيير الاستراتيجية، تحريك الفرق بمواقع مختلفة، كل هذا طبعا بسبب الأوضاع الحالية. هناك صعوبات جمع. طب سيد سليم، ما هو الجدول الزمني؟ انتوا بدأتوا الآن من جنوب قطاع غزة، متى تنتقلون إلى الشمال، وما هو الجدول الزمني للانتهاء من تطعيم كافة الأطفال في قطاع غزة؟ بالطبع هناك الجدول المتفق عليه منذ البداية هو 3 أيام لكل مرحلة، وهي 3 مراحل، الوسط، الجنوب، ثم الشمال. انتهينا اليوم من المرحلة الثانية في الجنوب بعد المرحلة الأولى في الوسط. يتبقى علينا يوم بعد غد بداية المرحلة الثالثة في الشمال، تمتد ل3 أيام. نتمنى بذلك الحين أن نصل إلى الهدف من الأطفال الذين يجب أن يتم يعني إعطائهم اللقاح. طب هل يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بسلامة الفرق الطبية التي تقوم بعملية تطعيم الأطفال؟ بالطبع هي العملية كلها يعني ابتدأت بعد أن تمكنا من إحراز يعني اتفاقية لوقف إطلاق نار مؤقت ومحدود مناطقيا. لذلك قسمت العملية إلى 3 مراحل. كان هناك وقف إطلاق نار في بداية أول مرحلة في منطقة الوسطى ما بين الساعة 6 والـ3 مساء. نفس الشيء في الجنوب. يعني الآن انتهت تقريبا، الآن انتهت وقت إطلاق النار أو الهدنة المؤقتة في هذا المكان. نبدأ بعد غد في 3 أيام من الوقف المؤقت والمحدود لإطلاق النار في شمال غزة. هذا ما نحاول فعله. وفي الأماكن التي لم يعني يشمل هذا الاتفاق هناك ترتيبات خاصة نقوم بها للوصول للأطفال في تلك الأماكن. طيب هل هناك أطفال فاتها ميعاد التطعيم لشلل الأطفال أم أن الأمر تحت السيطرة فيما يتعلق بالتعامل مع شلل الأطفال وتطعيمهم؟ وأيضا
يعني وأنتم تقومون بعملية التطعيم للأطفال، ما هو الوضع الصحي للأطفال في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؟ بالطبع هناك يعني مشكلة ظهور شلل الأطفال كبداية هو بسبب نقص التطعيمات وبسبب مشاكل في نظام التصريف الصحي والنظافة بشكل عام والنظام الصحي. ولكن خلال الأيام الماضية يعني استطعنا من الوصول إلى 70% تقريبا كما تفضل 69% من الهدف الذي هو يعني أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة لضمان عدم انتشار فيروس شلل الأطفال. وطبعا هذا الأمر يعني ما زال له بضع الأيام القادمة، ولكن سنرى إن نتمكن من الوصول إلى العدد الكامل. ولكن بالتأكيد يعني مجرد أننا قمنا بهذه الخطوة هو أمر جيد جدا. ما نحتاجه الآن هو دورة أخرى من المطعوم في نهاية هذا الشهر أو بعد 4 أسابيع من المطعوم الأول، والذي يعني يتم أو سيتم التفاوض عليها للحصول على نفس أو يعني وقت إطلاق نار باستخدامه للوصول للأطفال. طبعا الوضع الصحي بشكل عام بعيدا عن شلل الأطفال هو وضع صعب، كل الأطفال يعني للأسف تعرضون للكثير من المشاكل كانت تغذوية أو صحية، أمراض ويعني طفح جلدي، التهابات وما إلى ذلك. لذلك من المهم جدا أن نواصل هذه الجهود وأن نصل الأطفال أينما كانوا بالرعاية التي يحتاجونها. طيب يعني نعرض الآن على الشاشة صور للخيام في قطاع غزة والتكدس الحاصل، كيف ترى هذا الوضع المعيشي الصعب وتأثيراته على صحة الأطفال بشكل عام؟ بالطبع وقد كنت أنا في غزة يعني منذ وقت قريب ورأيت بأم عيني، الوضع فعلا صعب، ويعني فعلا صعب نقل الصورة حتى تراها بعينيك. الخيام التي يعيش فيها الأطفال والعائلات، المناطق التي يعيشون فيها والتي نزحوا إليها، أكثر من 90% من السكان نزحوا والآن يعيشون في ظروف يعني لا يمكن أن ننظر إليها كأنها عادية. انتشار الأمراض وانتشار الأوبئة والوضع الصحي العام، عدم وجود المياه، الغذاء، الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي متواجدة حول كل هذه الخيام بسبب نقص الخدمات ويعني تهالك الأنظمة والبنى التحتية، كل هذا يؤثر بشكل كبير على الأطفال وعلى عائلاتهم، يضعهم في خطر الأمراض وخطر أكبر من الأمراض اللي استمرت، لأنه أصلا الرعاية الصحية للأسف غير موجودة الآن في قطاع غزة بالشكل المناسب. المستشفيات التي زرتها خلال الأسابيع الماضية كانت مكتظة بالمرضى، الأطفال والعائلات في أروقة المستشفيات يعالجون هناك أو ينتظرون علاج للأسف لا يوجد، والأطباء يعني فعلا يفعلون كل ما لديهم قدرة عليه، ولكن للأسف هو غير كافي لمواجهة الوضع. سيد سليم يعني أخيرا، هل لك ما أن ترسل رسالة إلى العالم توضح كيف هي الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتدمير الحياة في قطاع غزة وتأثيراتها على الوضع الحالي للأطفال في القطاع؟ يعني هناك أولا هناك مشكلة المشكلة الأمنية، يعني الأطفال ما زالوا يموتون بسبب العنف الدائر وبسبب يعني الهدمات الإسرائيلية بالتأكيد. تفضل سيد سليم. الأطفال ما زالوا يموتون بسبب استهدافات على مناطق المفروض أن تكون آمنة، على بنى تحتية مدنية كالمستشفيات كالمدارس التي نزح إليها الأطفال. هناك يعني مشكلة في وصول المساعدات إلى الداخل، هناك تقييدات كبيرة على هذه المساعدات وعلى الموظفين في المجال الإنساني يعني حتى نقوم بعملنا. فعلا الوضع صعب جدا، والحل الوحيد وهذا قد تكون خلاصة الكلام والرسالة الأساسية، الحل الوحيد هو وقف إطلاق نار فوري ومستدام. هذا الحل الوحيد لوقف معاناة الأطفال، وقف قتل الأطفال وإفاضتهم. بدون ذلك سنستمر أن نشهد
معاناة فوق معاناة للأطفال. أشكرك جزيل الشكر السيد سليم عويس مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور على أن مجلس الأمن الدولي أخفق في تحمل مسؤولياته لوقف الحرب، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية التوصل إلى سلام بعد إخفاق مجلس الأمن في وقف العدوان على قطاع غزة. وقال منصور إن مجلس الأمن خذل كل الدول في منطقة الشرق الأوسط في عدم تنفيذه لإرادة المجتمع الدولي والقرارات ذات الصلة، وخاصة القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف لإطلاق النار. وأشار منصور إلى أن فلسطين تعد مشروعا لتقديمه للأمم المتحدة بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. دعا المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور المؤسسات الأممية للتحرك والاطلاع بمسؤولياتها من أجل استئناف العملية التعليمية في ظروف آمنة داخل الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن أكثر من 600 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التطعيم للعام الثاني على التوالي، لافتا إلى أن هناك تواصلا مع المبادرات التي تقام حاليا في مراكز الإيواء بحيث تتضمن مواد تعليمية تقرها الوزارة لاعتمادها رسميا. في الأثناء تتواصل المظاهرات والاحتجاجات في تل أبيب ضد نتنياهو للمطالبة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل. واتهمت عائلات المحتجزين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتلاعب بالمفاوضات وعدم إحراز أي تقدم. مظاهرات لا تنتهي واحتجاجات مستمرة في الشارع الإسرائيلي، والغضب يتزايد يوما بعد يوم تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي أحدث التطورات تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للضغط على حكومة نتنياهو للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين. التقديرات الإسرائيلية أشارت إلى مشاركة أكثر من نصف مليون متظاهر في الاحتجاجات المركزية في تل أبيب، كما تظاهر عشرات الآلاف في احتجاجات أخرى نظمت قرب منزل نتنياهو في قيسارية وكذلك في حيفا وفي رحوفوت، بالإضافة إلى المواقع والبلدات الإسرائيلية. المتظاهرون أغلقوا عدة طرقات وأشعلوا الإطارات واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو. المحتجون اتهموا نتنياهو بالإصرار على بقاء إسرائيل بمحور فيلادلفيا كوسيلة لإحباط صفقة المحتجزين والحفاظ على حكومته اليمينية المتطرفة. ومن جانبها اتهمت عائلات المحتجزين نتنياهو بالتلاعب بالمفاوضات، مشددة على ضرورة تغيير الحكومة التي تضحي بأبنائهم. عائلات المحتجزين أيضا طالبوا الإدارة الأمريكية بعدم السماح لنتنياهو بالتلاعب بالمفاوضات، حيث أكدوا أنه يعرقل الصفقة بشكل ممنهج ويتصرف وفق مصالح سياسية. We'll be right back.
يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بريطانيا لمناقشة عدد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. يأتي ذلك بعد أسبوع من تعليق بريطانيا لبعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب احتمال استخدام تلك الأسلحة في الحرب في غزة. كما سيلتقي بلينكن أيضا بكبار المسؤولين بالحكومة البريطانية لمناقشة عدد من القضايا. فرت عائلات فلسطينية بأكملها من قريتها الصغيرة في الضفة الغربية في الخريف الماضي بعد تهديدات متكررة من المستوطنين الإسرائيليين الذين لديهم تاريخ من العنف. وفي تأييد نادر لحقوق الفلسطينيين، قضت المحكمة العليا في إسرائيل هذا الصيف بحق السكان النازحين بالعودة، لكنهم عادوا ليجدوا قريتهم مدمرة. عودة إلى الديار لكنها تدعو للأسى، هذا هو حال عائلات فلسطينية كانت قد فرت بأكملها من قريتها الصغيرة في الضفة الغربية في الخريف الماضي بعد التهديدات المتكررة من المستوطنين الإسرائيليين وعنفهم المستمر، وبعد ذلك وفي تأييد نادر لحقوق الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة العليا في إسرائيل هذا الصيف بحق السكان النازحين من خربة زانوتا في العودة، لكنهم حينما عادوا لم يجدوا من قريتهم سوى أطلال مدمرة. زانوتا وكمان أنظريت هن القرى اللي هجرت بسبب عنف المستوطنين وعدم حماية الجيش والشرطة للمواطنين بعد الحرب على غزة. فتقدمنا بالتماس للمحكمة العليا ضد الجيش وضد الشرطة بعدم حماية الناس. فقبل شهر المحكمة أقرت بإرجاع سكان زانوتا وسكان أنضريت لقراهن. حتى الآن اختار نحو 40% من السكان السابقين عدم العودة بسبب مضايقات وعنف المستوطنين، فضلا عن الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقهم. في المقابل يقول من عادوا إنهم عازمون على إعادة البناء والبقاء حتى في الوقت الذي يحاول فيه مستوطنون إسرائيليون ترهيبهم لإجبارهم على المغادرة، فضلا عن صدور أمر قضائي يمنعهم من أي بناء جديد. قدرنا بعد عدة جلسات نحصل على قرار بعودة السكان إلى بيوتهم وأراضيهم، إلا هذه الفرحة إلا أنها توجد هناك منغصات. القرار يفتقر انه احنا يعني الحكومه الاسرائيليه حكونا ما تبنوا بيوت، ما ترمم بيوت، مما طبعا البيوت والقريه جميعها مدمره بما في المدرسه والمجلس القروي والعياده الصحيه، مما اضطرنا للعوده والمعيشه في العراء. الوضع مزري للغايه، ورغم ذلك احنا صامدين وقاعدين بارضنا، وان شاء الله لن يتكرر هذا التهجير. أهالي القرية وفي أعقاب أحداث 7 أكتوبر الماضي وما تلاها من عدوان على غزة، قالوا إنهم تلقوا تهديدات صريحة بالقتل من إسرائيليين يعيشون في موقع غير مرخص له بالقرب من القرية. سنقوم بإعادة ترميم هذه المباني لكي تكون مؤهلة لاستقبال الطلاب بالحد الأدنى قبل دخول الشتاء، من أجل أن نثبت هذه المدرسة أن تكون باقية، وبعد ذلك سنقوم بالاستمرار بتأهيلها كي لا نعطي الفرصة للاحتلال لإعادة هدمها مرة أخرى. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المستوطنين في الضفة الغربية من خلال تهجير القرى البدوية الصغيرة قادرون على الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وإعادة تشكيل خريطة الأراضي المحتلة التي يأمل الفلسطينيون في تضمينها في وطنهم كجزء من أي حل قائم على الدولتين.
استنفت حركة عبور الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بعد انتهاء عطلة السبت الأسبوعية في إسرائيل. هذا وقد عبرت نحو 70 شاحنة مساعدات إلى معبر كرم أبو سالم ونحو 8 عربات وقود من سولار وغاز للأشقاء في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل باسم أبو العينين مراسل التلفزيون المصري. تحياتي إليكم من مدينة رفح من محافظة شمال سيناء من عند المعبر البري الرابط بين مصر وفلسطين عبر قطاع غزة. لدينا اليوم الأحد هو عودة العمل في معبر كرم أبو سالم، وذلك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية التي تكون كل يوم سبت هناك في إسرائيل ويتوقف على إثرها العمل في هذا المعبر، وبالتالي تتوقف حركة الشاحنات. ولكن حركة الشاحنات عادت اليوم، حيث تم إحصاء 70 شاحنة عبرت إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، ولكن وفق الإحصاءات أيضا عاد نحو 31 شاحنة حتى ساعتنا هذه بحمولتها الغذائية من المساعدات كما هي، وطبعا من دون إبداء أي أسباب. وعادت 9 شاحنات قد أفرغت حمولتها هناك في معبر كرم أبو سالم، ومن ثم تتوجه إلى قطاع غزة. وبخصوص الحمولات التي تحمل الوقود، فقد مرت 8 شاحنات، 4 منها محملة بالغاز و4 منها محملة بالسولار. وعلى الصعيد الصحي، انتهت اليوم المرحلة الثانية من حملة تطعيم الأطفال دون العاشرة لمرض شلل الأطفال في قطاع غزة، والتي استهدفت نحو 340 ألف طفل في فلسطينية، فيما يتم بدء أو من المتوقع أن يتم البدء في المرحلة الثالثة من الغد الاثنين، وتستمر حتى يوم 11 من سبتمبر الجاري، مستهدفة بذلك نحو 150 ألفا من الأطفال الفلسطينيين دون سن العاشرة. من أمام معبر رفح، باسم أبو العينين، تلفزيون المصري. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 إسرائيليين عقب إطلاق نار قرب معبر الكرامة على الحدود بين الأردن والضفة الغربية. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن سائق شاحنة جاء من الأردن وكان بحوزته سلاح، وعندما وصل إلى المعبر أطلق الرصاص على عدد من الإسرائيليين قبل مقتله. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعقيبا على الحادث إنه يوم صعب. في غضون ذلك، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 50 صاروخاً أطلقت من لبنان على مستوطنات أصبع الجليل وكريت شمونة. وأضاف جيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت معظم هذه الصواريخ، لكن بعضها أصاب كريت شمونة، ما تسبب في وقوع أضرار. من جهته، أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن الهجوم قائلاً إنه استهدف مستوطنة كريت شمونة انتقاماً لضربة إسرائيلية في لبنان أمس قتلت 3 من عمال طوارئ في بلدة فرون. في الجزائر، تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية بعد غلق مكاتب الاقتراع أمس. وكشفت لجنة الانتخابات الجزائرية عن نسبة المشاركة في عمليات التصويت داخل البلاد وخارجها، كما قالت اللجنة إن نسبة المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل بلغت 48.3%.
عند غلق مكاتب الاقتراع، كما بلغت نسبة المشاركة في تصويت بالخارج 19.57%، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف. نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم فعاليات البرنامج الوطني استراتيجية تنمية القيادة الوطنية. بدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء أركان حرب طارق محمد هلال مدير إدارة الشؤون المعنوية، والتي أكد خلالها أن البرنامج يهدف إلى تمكين كل من يتولى منصبا قياديا بالدولة من أن يمارس عمله بإبداع من منظور استراتيجي. شارك في البرنامج العديد من القيادات الوطنية بمختلف مؤسسات وهيئات الدولة وأفراد القوات المسلحة، وقد رعي مشاركة عدد من ذوي الهمم في إطار حرص القيادة السياسية على تمكينهم ودمجهم في جميع البرامج والمبادرات القومية التي تنفذها الدولة. انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي والذي يقام اليوم وغدا بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان إعلام رياضي محترف. يعقد منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. تحت شعار إعلام رياضي محترف انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي، وذلك على مدار يومين بالقاهرة، والذي يضم 4 جلسات و6 ورش عمل. بنشكر الشركة المتحدة طبعا على اهتمامها دايما بتطوير كيانتها بتطوير الإعلام الرياضي المصري. وجود نخبة كبيرة جدا من أهم إعلاميين بريطانيا وأهم صحفيين بريطانيا يكونوا متواجدين هنا مع نجومنا احنا الكبار سواء في الصحافة أو في الإعلام. منتدى مهم، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نشوف العالم رايح لفين في أهم المواضيع، منها مثلا البودكاست دلوقتي هو الترند العالمي في الإعلام. دلوقتي في بانل مهمة جدا وفي ورش مهمة جدا عن البودكاست. ورأي العام للرياضة يعني قاعدته متسعة جدا أكتر من أي نشاط إنساني تاني. رأي الرياضي بيخاطب ملايين ملايين ملايين، غير الفن وغير السينما وغير الغنى وغير اللحن وغير وغير وغير. انت عندك قاعدة مذهلة لازم تعرف ازاي تخاطبها. انا اعتقد ان المنتدى هيدي يعني هيحط اساسيات لفكرة مخاطبة الرأي العام. المنتدى الذي يعقد بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية يستهدف توفير فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي. النسخة الأولى النهاردة للمنتدى الرياضي أنا شايف إن دي نقطة مهمة جدا نبدأ بيها الفترة القادمة نحو العالمية. يمكن دايما الإعلام الرياضي، النقاد، الصحفيين عندنا خبرات كثيرة، يمكن في السابق احنا كنا بنتكلم عليهم، بنحاول نتعلم منهم. كمان الكوادر الشباب المتاحة حاليا لازم مؤتمر زي ده نستفيد منه بشكل إيجابي. هو المنتدى الرياضي اللي احنا فيه النهاردة مفيد لكل اللي بيشتغلوا في المهنة أصلا، الإعلاميين أو المؤثرين على السوشيال ميديا. لمعظم المتواجدين في الورش أو السيشنز الموجودة كلها ناس عندها تجارب في الدوري الإنجليزي ودوريات برا مصر وناس بيأخذوا المهنة برا مصر. فإحنا يمكن عندنا الوسط الرياضي فيه مشكلة اللونجير شوية في البرامج الطويلة، عندنا بعض الانتماءات بتأثر على الموضوع. إنما إحنا لما نقيس على معيار الدوري الإنجليزي والناس اللي بتشتغل باحترافية جامدة أعتقد ده هيفرق معانا إن إحنا ناخد من التجارب الأخرى في حياتنا. يعني المنتدى بيدي ورش علمية للشباب الإعلاميين وبرضو الممارسين وأصحاب الخبرات. وغير الورش العلمية في زي ما أنت شايف منتدى نادي كل الناس سواء أصحاب الخبرات أو الطلبة أو الصغيرين أو الكبار. هو شيء محترم جدا جدا أن يكون في حاجة معمولة بالجمال ده، فيها كل الناس، فيها كل وجهات النظر، فأكيد استعراض وجهات النظر وأنك تشوف كل حد وطريقة تفكيره عن قرب والناس اللي وجهات نظرها مختلفة عنك، أكيد ده بيضيف لكل بني آدم، بيخليك تتفتح لحتة تانية خالص غير اللي أنت متواجد فيها أو بتفكر فيها. يعني
يعد المنتدى هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، الذي يناقش التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي والسبل المهنية لمواجهة تلك التحديات، بهدف تعزيز آليات وأدوات العمل الإعلامي الرياضي في مصر والشرق الأوسط. وللمزيد من المتابعة مع الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، يعني بعد التحية، لو تنقل لنا أبرز الاستعدادات لديك في فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي. نعم ميرنا، تحية لكم من هنا من مركز المؤتمرات بمدينة نصر. هذا المنتدى الذي يحظى باهتمام واسع من قبل الأوساط الرياضية والإعلامية. منذ قليل عملت لقاء مع السيد بول مكارثي الرئيس التنفيذي لرابطة الكتاب كرة القدم البريطانية، وأكد على مدى روعة هذا المنتدى الذي يقام هنا في القاهرة، وأكد أننا بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفعاليات الإعلامية والرياضية. هذا المنتدى الذي يقام على مدار يومين، اليوم وغدا، نتحدث فيه عن 6 ورش عمل و4 جلسات. كانت الجلسة الافتتاحية منذ قليل وانتهت منذ قليل، حاضر فيها عدد من النخب الرياضية والإعلامية بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، وكانت بعنوان تغيير قواعد اللعبة وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الإعلام الرياضي. هناك أيضا عدد من ورش العمل والجلسات. الآن تقام ورشة عمل عن وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير والضخم على قواعد اللعبة الإعلامية، والتأثير أيضا فيما يخص الإعلام الرياضي. من بين أيضا الجلسات التي تقام على مدار اليوم وغدا وورش العمل، نتحدث عن ورشة بعنوان تحمل المسؤولية الشخصية، وهي تتحدث عن المعايير المتوقعة من الصحفيين والعاملين في المجال الرياضي الإعلامي وكيف يمكنهم الحفاظ على نزاهتهم. أشير أيضا في هذه النقطة إلى أن هناك عدد كبير من الصحفيين الرياضيين والمهتمين بالشأن الإعلامي الرياضي الذين يحضرون هذا المنتدى، بالإضافة أيضا إلى صناع المحتوى الرقمي وعلى السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي. نتحدث عن ورش عمل أخرى أيضا تقام غدا مثل قوة البودكاست وتصور الجمهور للبودكاست في الفترة القادمة، بالإضافة إلى ورش عمل عن فن المقابلات وحيل وتقنيات المقابلات لخلق قصص مؤثرة وكيف يمكن للإعلاميين والصحفيين في الشأن الرياضي أن يقوموا بهذا العمل. وبالتالي نتحدث عن منتدى إعلامي رياضي مهم للغاية يقام في هذا التوقيت، والذي يدعو أيضا إلى عدم التعصب خاصة من قبل الإعلاميين أو من قبل السادة الصحفيين، وأن تكون رسالتهم هي رسالة محايدة ونزيهة تجاه تعزيز أدوات العمل الإعلامي الرياضي. نعم الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. وصل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل والصناعة. يضم الوفد رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية. بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مع المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا جون هامفري سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة. وأكد وزير الاستثمار على توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين. من جانبه أكد هامفري اهتمام الحكومة البريطانية بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع مصر، مشيرا إلى أن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات البريطانية للاستفادة من التواجد في السوق المصرية كنقطة ارتكاز للانطلاق إلى أسواق دول القارة الأفريقية. ترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى
اجتماع موسعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وكذا عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. خلال الاجتماع تم التأكيد على دور الوزارة كأحد أهم الأضلع الصناعية للدولة في المجال العسكري لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة، وكذلك في المجال المدني لتعزيز مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة. عقد وزير قطاع الأعمال العام محمود شيمي اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعة الكيماوية. استعرض الوزير خلال الاجتماع مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في العديد من القطاعات والصناعات من بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين. كما استعرض شيمي سير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشركات المتاحة مع القطاع الخاص. شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق على ضرورة الاستمرار في جهود دعم المزارعين والإسراع في معدلات الإنجاز لتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة لتحقيق التنمية الزراعية. جاء ذلك في بيان للوزارة استعرض عدد من التقارير الخاصة بمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وحملات الإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني والبيطري. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم حرص الوزارة على اختيار الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والري في مصر. جاء ذلك خلال تسلم الوزير نتيجة المسابقة الخاصة بعدد 234 وظيفة مهندس والمقبولين مبدئيا للتعيين بوزارة الموارد المائية من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ. تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تقريرا حول أنشطة حملة هنوصلق لإصدار 1,000,000 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم على مستوى المحافظات في نسختها الثانية. وتعمل الحملة على تسهيل الإجراءات الخاصة بالأشخاص ذوي الهمم وأسرهم في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث يقوم المتطوعون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل للحالات وعمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية. قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن الدولة تسعى لبناء جيل من الشباب يعي الوضع الوطني لتغير المناخ والأولويات في مواجهة التحديات المناخية. جاء ذلك خلال اللقاء مع النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ووفد المؤسسة المرافق له لبحث آخر مستجدات نسخة الثانية من برنامج قادة المناخ كإحدى آليات رفع الوعي وتدريب للشباب في ملف تغير المناخ. وجه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها من خلال أفكار غير تقليدية، فضلا عن حوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية ومسؤول القطاع لمتابعة سير العمل بالقطاع وخطط طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. إلى هذا الخبر العاجل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر. وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لاستعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال
خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030. وجه الرئيس السيسي باستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة والطاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية، ذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. وبهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية السعودي ويشدد على محورية دور الدولتين كركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. اليونيسيف تعلن انطلاق المرحلة الثالثة للتطعيم ضد شلل الأطفال غدا بشمال غزة بعد تمديدها ليوم آخر. مقتل 3 إسرائيليين قرب معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، والأردن تغلق جسر الملك حسين إثر إغلاقه من الجانب الآخر. وإلى هنا وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة. إلى اللقاء.